تحدي تحدي التحدي أمي دافع عن رأيك والكل سامع قلنا الأضرار وطبعا قلنا إيه المنافع وابن رأيك عالدليل قلنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع إيه تحدي إيه اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. تحدي النهارده هنناقش موضوع الدورات المجانيه او الدورات اللي بتعطى في الاعلام سواء كانت مجانيه او بمقابل. خلينا نقول الدورات اللي بيتم طرحها بدعوى تدريب الاشخاص او الافراد على الاعلام. اعتقد بنسمع كتير جدا في الصحف وفي المواقع الالكترونيه وكتير جدا من الشباب بيطمح الى انه يكون اعلامي او صحفي او صاحب راي او يلتحق بهذا المجال، فبيتم تعرضه لأحد الدورات أو بيتلقى أحد الدورات. هل الدورات دي من يقدمها فعلا هو أهل لهذا الأمر؟ هل هو محترف؟ هل هو دارس؟ هل هو متمكن؟ أعتقد موضوع كبير جدا في يعني أحاديث وأقاويل كثيرة. يسعدنا وشرفنا الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ مصطفى محمد مصطفى رئيس تحرير جريدة الشعب المستقل. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. شرفنا ومنورنا. الله يخليك أستاذ. معايا على الجانب الآخر الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب نافع. أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. شرفنا ومنورنا. أهلا بحضرتك. اسمح لي أستاذ إيهاب أبدأ مع حضرتك يعني في هذا الموضوع. الدورات الاعلام او دورات التدريبيه في الاعلام، تعليق حضرتك عليها او شايف الدورات دي وضعها ايه؟ خلينا نفرق بين اكتر من نوع من هذه الدورات. الدورات في حد ذاتها مهمه جدا لاثقال خبرات العاملين سواء في مجال الاعلام او العمل الصحفي. انا بمارس عمل صحفي من حوالي 16 17 سنه، مارست الاعلام من حوالي 10 سنين. الكورسات والدورات التدريبيه هي اللي بتسقني وتاهلني ان انا اقفز قفزات حقيقيه بمستوايا في اداء العمل الصحفي او العمل الاعلامي. انا لو ما قدرتش ان انا احسن قدراتي واثقل خبراتي واحصل على خبرات سواء من خلال الممارسه العمليه او الاحتكاك المباشر مع زملائي الاكثر مني خبره سواء في العمل في قنوات مختلفه او صحف مختلفه، انا مش هقدر ان انا اصنع شيء جديد في حياتي. فالدورات بحد ذاتها شيء مهم جدا وضرورة. أنا بأنصح كل شاب وكل فتاة عنده ميول انه يمارس العمل الاعلامي لازم ياخد كل الكورسات وكل الدورات، لازم ياخد دورات في اللغات المختلفه، لازم ياخد دورات في اللغه العربيه لان كارثتنا الكبيره في الممارسين للعمل الاعلامي انه في ناس كتير ما تعرفش عربي. ولما بنحتكينا في العمل في القنوات العربيه معنا ناس مارست عمل اعلامي محترف في قنوات كبيره كنا بنفاجئ احنا كمصريين وشباب مصريين موجودين يقول لك ان مصيبه الاعلام المصري انه ما عندوش لغه عربيه سليمه. لكن يعني الدورات هذه في حد ذاتها شايف ان الدورات دي مهمه جدا لمن يطمح في مثل هذا. ولكن هذه الدورات ان لم تؤخذ بحق هتبقى وسيله للتكسب والنصب على والتربح والنصب. يعني الفكره هنا الحلم حلم جميل والهدف هدف نبيل ورائع. انا دلوقتي انا راجل تخرجت من كليه اعلام او طيب قسم أنا اعلام. قبل ما نسترسل نعم. في الحديث ترى ان هذه الدورات لابد ان من يعطيها متخصص في لابد ان يكون لديه خبره وانا انا خبره، اما اذا كان غير ذلك فهو يعتبر نصب بالتاكيد. طيب. انتقل للاستاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى ايضا دورات الاعلام الخاصه تعليق حضرتك عليها وانت اعتقد يعني بتعطي دورات في الاعلام. تمام يا فندم. الاول برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ ايهاب. عايز اوضح حاجه مهمه جدا، انا متفق جدا مع الاستاذ ايهاب ان هي مهمه وفي نفس الوقت متفق ان لازم يكون متخصص لان الموضوع مهمه متفقين ومتخصص متفقين. تمام. من هو المتخصص ومن هو صاحب الخبره الذي يعطي مثل هذه الدورات؟ تمام. انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه. انا مش بتحدث عن تجربتك الشخصيه. خلاص. انا بتحدث عن من تمثلهم في هذا الامر. كويس. انا بالنسبه لي انا معايا بكالوريوس اعلام قسم صحافه دفعه 2004. تمام. وبمارس من 2004 الى حد واحنا في 2016 يعني 12 سنه. لو حد يعني لو هنقول مثلا اي حد كان خبره كل يوم فيعني اعتقد يعني لو حد ما امي يعني كان كفيل هذا الامر انك تعطي دورات. كويس. فالفكره باختصار ان هي الموضوع ليه شقين، اولا لازم يكون يا اما حد دارس وفاهم في الموضوع يا اما يكون عنده الموهبه. فاللي دارس ده مفيش مشكله يسكن موهبته بالعملي. اللي عنده الموهبه لازم يبقى في نظره عشان يتابع الدنيا فيها ايه يعني. لازم يبقى مواكب العصر ومواكب الموضوع نفسه وفاهم في القصه كلها. فهو ده باختصار اللي عايز اقوله لحضرتك. طب هل ترى ان من يعطي الدورات من الافضل ان يكون موهوب ام صاحب خبره؟
يا حبذا لو جمع بين الاثنين يا حبذا. اه طيب ممكن الموهبه تكفي انه يعطي دورات طبعا، لان التمرس لوحده كفايه. كلام جميل برضو. طيب يا استاذ ايهاب الموضوع يعني يتنافى مع ما حضرتك قلت، انت قلت ان الخبره ولازم ان العامل يكون اكتسب خبره علشان يدي دورات، استاذ مصطفى قال لك هناك موهبه. هو خلينا بس نفرق بين جزئيتين مهمين في هذه المساله. انا في اعتقادي ان الموهبه وحدها لا تكفي. في اعتقادي ان من يمارسون الاعلام، انا راجل بقالي حوالي 16 سنه وانا بمارس اعلام. الموهبه وحدها لا تكفي ام الموهبه فقط تكفي لاعطاء الدورات؟ بس خلينا اكمل الفكره. خلينا اكمل الفكره. اتفضل. انا دلوقتي انا عشان خاطر يعني الاناء الفارغ ليس فيه ما يعطيه للاخر. تمام. انا النهارده عشان خاطر اقعد في موهبه يا استاذ ايهاب، خليني بس اكمل الفكره. اتفضل. انا النهارده انا عشان خاطر اقعد واكتب مقال او اعمل دراسه او اطلع في البرنامج واتكلم لازم تكون عندي فكره اقولها. تمام. لو انا النهارده لا عندي فكره ولا قريت ولا محضر، هل هتلاقي عندي كلمة أقولها وأضيفها في الموضوع اللي احنا بنناقش فيه؟ ممكن يكون عندي موهبة. لا يمكن، ملهاش علاقة بالموهبة. تمام. في أمور يا سامح، أنا دلوقتي أنا هقعد أعلم طلبة وأعلم شباب لسه على أول السلم في العمل الإعلامي والصحفي، ما ينفعش إن أنا أقعد أنظر عليهم من منطلق الموهبة وحدها. أنا لازم يكون عندي خبرات حقيقية وعندي ممارسات عملية وعندي رؤى أكاديمية مرتبطة بهذا العمل. كلام جميل. طب اللي عنده موهبة فقط وبيدي دورات ده تسميه إيه؟ او بيعتقد ان عنده موهبه هي وبيدي دورات سميه. بص هقول لحضرتك يا استاذ، يعني هي الموهبه وحدها لا تكفي، وانا بقول على ده لا يكفي. متفقين. على اطلاقا. طب لكن من يعطي دورات وهو يعتقد انه موهوب؟ لها عده ده تسميه ايه؟ لا لها عده توصيفات ما اقدرش اقول عليها حكم عام واحد. لان احنا مشكلتنا ان احنا بنعمم في كل شيء. وصف. لو انا النهارده انا دلوقتي انا شخصيا انا انسان محب ان انا اعلم واطلع اجيال، وبفخر ان انا ليا في من تلامذتي ناس رؤساء تحرير برامج كبيره وربما رؤساء تحرير صحف. انا بحب ده. ولكن كنت بعمل ده بدون مقابل. طب ده بخبره ولا موهبه؟ بالخبره والموهبه الاثنين. كلام جميل. بالخبره والموهبه الاثنين. انت يعني يبدو انك تراوغ عن الاجابه او مش لا اراوغ. لا هل ترى ان من يعطي الدورات وهو موهوب فقط واعتقد ان الموهبه فقط تكفي، سمي ده ايه؟ يا استاذ سامح بس يعني انا لا تستنطقني ما لا اريد ان اقوله. انا تمام. انا عاوز بس اوصل للفكره. هي المساله مش فكره الاختلاف من اجل الاختلاف. انا بتكلم النهارده انه لو انا بدي ده محبه ولتخريج اجيال جديده، انا النهارده الزميل الاستاذ مصطفى عنده جورنال جاب شباب خريجين جامعات واحتضنهم يشتغلوا معاه في الجورنال وعلمهم لله تعالى. تمام. بدون ما ياخد منهم فلوس. بدون ما انه يفرض عليهم انه يدفعوا حاجه مقابل هذه الدورات. ده عمل جميل ورائع. لكن ان انا احول هذا الحلم الجميل وهذا الهدف النبيل انه يكون وسيله للتكسب والمتاجره باحلام الشباب، ده كلام مرفوض تماما. وفكرة ان انا اقول اللي عاوز يبقى مذيع واللي عاوز يبقى اعلامي، واحنا بندي فرص واحنا بنعين واحنا بنشغل واحنا بندرب، كلام الاوهام والاحلام ده شغل نصب ودجالين. لا يعقل ان احنا النهارده اجي انا عاوز اشتغل في الاعلام، عاوز انا صحفي وعاوز ابقى مراسل، انا مراسل وعاوز ابقى مذيع، انا مذيع في قناه صغيره وعاوز ابقى مذيع في قناه كبيره. فانا حلمي ان انا اتعلم واتدرب. يعني لكن متجرب الاحلام. المتجرب الاحلام ده اولا يعني لا يليق بهذه المهنه المحترمه. تمام. المفترض يمارسها يعرف ايه اللي ليه واللي عليه وانه يمارسها بحقها. وانه انا شايف انه نصب انه يتاجر باحلام الشباب. يعني اقل توصيف على هذه الدورات التي تعطى من غير المتخصصين ومبالغ طائله ومتاجر باحلام الشباب، ده نصب. ان الخبره اللي تكفي لان انا ادي دورات قد ايه؟ يعني هي المساله ما لا تقاس. يعني حضرتك ما رديتش عليا على موضوع الموهبه، لكن خلينا احاول اسالك سؤال اخر او اطرح سؤال اخر. شيء هل ترى ما هي الخبره الكافيه؟ هقول لحضرتك السبب. انا ممكن اكون احنا في المؤسسات في العمل الصحفي بشكل عام، خالد صلاح لما اسس اليوم السابع وبقى رئيس تحريره كان لسه في الثلاثينات وبقى اسس اكبر مؤسسه صحفيه اذا موهبه في منطقه الشرق الاوسط. تمام. في الوقت ده كان هو الراجل كان عنده خبره وعنده موهبه حقيقيه وعنده امكانيات اهلته انه يصنع هذه التجربه. تمام. في ناس ثانيه، واحد يطلع 60 سنه وما يعرفش يقدم نفس لا يعرف لا بيعرف يكتب خبر. كلام جميل. ولا يعرف يكتب مقال. فكره. يبقى المساله مش مرتبطه بالسن هنا. كلام جميل. نعم. كلام جميل. يا استاذ مصطفى، انتم تتاجرون باحلام الشباب وبيعني امنيات الشباب
بدعوة تحقيق حلمك بأنك هتكون مذيع أو هتكون يعني ترتقي بمهنتك، وأنتم لا تملكون لا خبرة ولا موهبة وتعتقدون أنكم أصحاب موهبة وخبرة وكفاءة وغير ذلك. خليني بس نخرج من عندك الجو. تعليق على هذا؟ عندي تعليق طبعا. خلينا بس نخرج من الجو المتنشن ده واقول لك اللي انا مقتنع بيه ومن غير هزار، يعني انا مقتنع جدا بالمقوله لخالد الذكري بهجة الاباصيري في مدرسه المشاغبين، ان العلم لا يقال بالبتنجان، كل حاجه ليها اسس ومبادئ بشكل عام يعني. فالفكره باختصار ان زي ما انا متفق جدا مع الاستاذ ايهاب فيما يتعلق بان الموهبه والخبره وما بتتقاس بالسنين. انا مش مطلوب مني كشاب ان انا ابدا افكر في احلامي وانا عندي 60 سنه، كون ان انا يعني مارست العمل الاعلامي من 2004 زي اللي انا كنت بتدرب عملي من 2000 من سنه 2000 وانا في سنه اولى صحافه. وبعد انا برضو انت تشخص من الحوار غير شخصنت الحوار خالص. انا بكلمك في عامه، انتم تتاجرون باحلام الشباب ولا تملكون خبره ولا موهبه، انتم من تقدمون مثل هذه الدورات؟ كويس. رد يا فندم. رد يا فندم. حاضر. اديني فرصه انت. اتفضل. خليني اعترف لك على الهواء بسر علني ان انت انا مقلق منك بصراحه. بص عايز اقول لحضرتك على حاجه. وانا اولا يعني انا مؤمن جدا بقصه بجاح ابنه ولا مؤاخذه الحمار، اللي هو انت حر ما لم تضر. الناس مش هتبطل كلام، ولكن خلينا نثبت على مستوى الارض او المستوى العملي احنا بنعمل ايه. فالفكره باختصار ان انا دلوقتي عندي نقابه اسمها نقابه الاعلاميين المستقلين. حاجه كبيره. الاعلامي ده حاجه كبيره مش حاجه هينه، مش اي حد يجي يبقى اعلامي. الاستاذ ايهاب قال لكم انتوا صغرتوا من حجم المهنه وقللتوا من حجمها واصبح ده فوضى في المجتمع. طب اديني فرصه كامل. طيب اتفضل. بس فالفكره باختصار انا دلوقتي لما يبقى عندي عضو ده مسؤول، هكلمك بالشكل الاناني، ده يبقى في وشي يعني لما يروح يغطي اي حدث بره في وشي هيقول له ان ده من نقابه الاعلاميين المستقلين. فانا لو مدي له الكارنيه لمجرد الكارنيه السبوبه يعني هيقولوا مثلا يبقى الراجل اللي هناك ده ما بيفهمش حاجه وبيلم فلوس وخلاص. ولكن انا لازم العضو اللي يبقى عندي لازم اخضعه لدورات وكورسات عشان يبقى في المجال وفاهم، مش اي حاجه اي حد ياخد كارنيه ويعجبه شكله ويقول لك اه انا عايز ابقى اعلامي. فخلينا نتفق ان الموهبه والدراسه والخبره دي عوامل مهمه جدا، وزي ما قلت لحضرتك تاني العلم لا يقال بالبتنجان. طيب انتوا بتدوا دورات بمقابل مالي؟ بمقابل مالي اه على حسب يعني. يعني بتجيبوا الشاب من دول بتعلنه وتقول لك هنخليك مذيع وهنخليك. لا مش هنخليك مذيع وما هنخليك. انا دلوقتي هتكلم على فيما يتعلق. لا مش على المستوى الشخصي انا هكلمك. على انا بما ان انا بحاضر في الكورسات دي جزء من الموضوع ان انا بعلم من خلال خبرتي اللي انا درستها، لان انا صحفي في المجمل وعضو نقابه صحفيين جدول المشتغلين. فانا بعلمهم ازاي يكتبوا خبر تحقيق تقرير. طيب هل ترى ان كل من يعطي الدورات يمتلك خبره وموهبه؟ لا للاسف في مصر عموما مفيش حد شغال في تخصصه، ودي مشكله. مش في تخصصه وعنده موهبه على العلم فيما يخص هذا الموضوع. لا الموضوع هل ترى ان من يعطي مثل هذه الدورات يمتلك خبره او موهبه او الاثنين؟ خليني اعترف لك ان انا ما بحبش اعمم، ولكن اللي على السطح اللي على السطح لا يملك. واخدنا سبوبه بصراحه. واخدنا سبوبه بصراحه. تمام. انا ما بحبش اعمم طبعا يعني. وانت هنا تدافع عن من ياخذون هذا الامر سبوبه؟ لا ما بدافعش عن انا بقول لحضرتك ان في كل مجال فيه الوحش والحلو. انا مش مطلوب مني. كم في الميه يا استاذ مصطفى؟ ايه لا بنسبه كبيره. بنسبه كبيره للاسف. وانا يعني تكون عندك شجاعه تقول لي كم في الميه؟ هقول لحضرتك كم في الميه واخدنا سبوبه. 70% 70% بمنتهى التجرد والحياديه 70%. ولكن انا دوري ان انا اثبت ان ال 30% مش واخدينها كده. تمام. ان في 30% ناس بتادي على اعلى مستوى. مفيش مشكله الحمد لله. يعني يا استاذ ايهاب هناك يعني حوالي 30% بيادوا دورهم و70% قد يكون ينحرف عن مثل هذا المسار. يعني في ناس بتادي دورات حقيقية فعلا، ناس بتأدي بتنقل خبرة وموهبة للآخر، وحضرتك بتهاجم كل هذه المراكز. أنا ما هاجمتش الكل. خليني بس قبل ما انتقل الجزئية دي تعالى على الجزئية اللي قالها الأستاذ مصطفى المرتبطة بنقابة الإعلاميين المستقلة اللي هو بيقولها. احنا ناقشنا الموضوع ده مش عايزين. لا 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 لو عندك تعليق عليه سريع بس احنا ناقشناه. أنا عاوز بس لا ده احنا ناقشناه وجبنا نقابتين واتخانقوا مع بعض. لا لا احنا بنتكلم على إنه يعني لا سامحه الله احمد برعي حين شرعا لمساله النقابات المستقله اللي فتتت كل المفتت اللي موجود في مصر. تمام. احنا النهارده عندنا 50 نقابه بتتكلم باسم الاعلاميين. طيب كل واحد عامل له بارونات وصالونات وبيستفيد من الناس. انت رجل اعلامي قبل ان تكون ضيف في هذا الامر. نعم. فانت تعلم جيدا ان احنا مرتبطين بموضوع. خلينا للموضوع. فكره ال 30% وال 70% زي ما مسك. لا هي النسبه يعني هي فعلا تقرب 70% وربما تزيد. يعني تزيد انت يعني كام يعني ربما تزيد تصل 80% 90% يعني 90% ناس. انت 90% ناس. بص هقول لحضرتك انت تعلم كل اللي بيدوا دورات في مصر تعرفهم؟ انا مش كلهم. انا لان انا مش امال حددت الناس بناء علي. ما انا هقول لحضرتك يعني انت اتهمت الناس بان في 90% منهم فاسدين بناء علي وانت ما تعرفهمش.
من خلال انا احتكاكي وانا الجزء اللي انا ما اعرفهمش قلت 90% منهم فاسدين يعني صبرا. المساله ما هيش يعني احنا بنتكلم في قضيه، القضيه دي لها ابعاد ولها حاجات احنا كاعلاميين وعاملين في الحقل الاعلامي وفي العمل الصحفي لامسينها بايدينا وشايفينها. انا النهارده لو عددنا واحنا قاعدين على الهواء واتكلمنا عن كام مركز محترم ومعتبر موجود في مصر، انا هقول لك ما عندناش اربع خمس مراكز بس دول محترمين. اللي هي المراكز شايف الاستاذ مصطفى يمثل مركز محترم من المراكز دي؟ لا انا ما بسقش الاستاذ مصطفى، لكن انا بتكلم قدام يا استاذ احمد. انا بتكلم قدام الناس والناس سامعانا وشايفانا، فخلينا ما نبقاش دبلوماسيين في الحوار وننقل الحقيقه للاخرين. انا لو هو ان هو من ضمن الاربعه دول يا استاذ سامي. لا مش من الاربعه طبعا، مش من الاربعه لا طبعا، يعني هو من ضمن 90% النصابين يا سيدي. بس يعني المساله ما بتقتش بالتعميم كده يا استاذ. انا ما اقدرش ان انا اوصف الراجل بتوصيف زي ده، انا لان انا يعني مش ملم بكل تجربتي، لكن انا عايز اقول لك انه في مؤسسات معتبره ومحترمه تقدم هذه الخدمات لطالبيها بشكل محترف واكاديمي. دول لا يتعدوا اربعه، دول لا يتعدوا اربع خمس مراكز. يعني انت عندك ذلك هو يعني انت عندك معهد لا مؤسسات، ده مؤسسات قوميه كبيره. انا ما بتكلمش عن حاجات برسلم، انا بتكلم عن معهد الاقليمي. اذا قلت على عن مؤسسات كبيره، تقول ايضا عن من يمارس النصب في هذا الامر يا سيدي. ماشي، انا هقول لك مين اللي بيمارس النصب. انا هقول لك مين اللي بيمارس النصب. انا النهارده عندي المعهد الاقليمي اللي موجود في الاهرام بيدي دورات محترمه جدا ومتخصصه جدا. المركز الجمهوريه مركز تدريب محترف وبيقدم وبيشارك فيه اساتذه وقامات كبيره في المؤسسه في الجمهوريه. عندنا في معهد موجود متخصص بالتدريب مرتبط بالعمل الاعلامي تابع للاذاعه والتلفزيون. كل دي هيئات قوميه يعني. هذه الكيانات القوميه محترمه، كيانات معتبره. تمام. اولا بيدرس فيها اكاديميين وبيدرس فيها ممارسين حقين للعمل الاعلامي، تتيح فرصه حقيقيه لعمل لتدريب، لان المساله مش ان انا اقول محاضرات بس. كلام جميل، لازم في محاضرات وفي ممارسه عمليه تنقل خبره. نعم. طيب كلام جميل يا استاذ مصطفى. هناك اربع مراكز زي ما قال الاستاذ ايهاب، هم يمارسون تقديم خدمه حقيقيه للمتدربين ولا يتاجرون في احلام الشباب. ولا يوهمون الشباب ب هتبقى مذيع وهتبقى معد وهتبقى مخرج. وهناك الباقي خلينا ما نقولش نصابين في اغلبه، خلينا ما نقولش نصابين. خلينا ما نقولش بتجرب احلام الشباب كويس. خلينا ما نقولش يعني بيوهموا الشباب بغير الحقيقه، نقول انحرفوا عن المسار. تعليق حضرتك ايه؟ بس ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى، فانتظرونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وما زلنا مع دورات الاعلام الخاصه. هناك يعني كثير من الاعلانات حول هذه الدورات، هنخليك مذيع، هنخليك مخرج، هنخليك معدة، هنخليك تمسك السماء وتحقق احلامك ونشغلك في كل المكان وفي اكبر القنوات وفي اكبر الصحف. تكتشف ان انت بعد كده لا اشتغلت ولا عملت حاجة، ويعني وقعت ضحية او جريت ورا حلم التقمه او التقفه من يتاجر بهذه الاحلام. سؤال حضراتكم، هل تضمن لك المراكز الخاصة العمل بعد انهاء الدورة؟ يعني هل هناك مركز من المراكز اللي بتدي هذه الدورات تضمن العمل في مؤسسة او في اي مكان؟ يا ريت تشاركونا من خلال الارقام اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. كان الحديث قبل الفاصل مع الاستاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى، كان الاستاذ ايهاب وجه كثير من الاتهامات الى المراكز الخاصة وقال لك هم اربعة بس محترمين والباقي نصابين. تعليق حضرتك على الكلام ده؟ عايز اقول لحضرتك على حاجة، خلينا نعترف ان كل حاجة فيها كويس وفيها الوحش، تمام؟ من غير شعارات بقى ولا لغلاف مشاعر الجماهير، الكلام ده عدى من زمان. شايف مين اللي بيدغدغ مشاعر الجماهير استاذ ايهاب؟ لا ما بقولش، انا بكلمك في الصياغه، يعني مش هكلمك هكلمك بالبلدي، هاجي لك في الدغري وسلكاوي ماشي. طيب ما تيجي للاستاذ ايهاب. كويس، ما هو استاذ ايهاب ماشي مشرفنا طبعا. بص، الفكره باختصار ان انا مش مطلوب مني ان انا افضل ارد على كل حد يتكلم عن التجربه بتاعتي، انا مطلوب مني ان انا ارد. ازاي يا فندم انا جايب لك راجل صحفي وراجل معني بهذا الملف وراجل مقدم برامج اديني فرصه اكمل كلامي يا استاذ سامح. مش مطلوب ارد عليه. اديني فرصه اكمل كلامي. هوصل لك للي انت عايزه. فضل والله فضل. والله العظيم هوصل لك للي انت عايزه. اتفضل. فيعني قصدي فكره ان انا خلينا ارد عملي بالشغل اكتر. لو كل واحد قال مصطفى ده فاشل ومصطفى ده ما بيشتغلش ومصطفى ده بيضحك على الناس، انت شخصا الموضوع. انا بتكلم مش بس انت مش محل اتهام، انت من ضمن ال 90 او من خارج الاربعه اللي قال عليهم الاستاذ ايهاب ده كلام الاستاذ ايهاب. يا ريت ترد عليا يا فندم. كويس، ما فيش مشكله بالنسبه لي. انا بتكلم، مش هتكلم عن تجربتي عشان انت بتزعل. تمام. انا بتكلم بشكل عام. خلينا نعترف ان المجال فيه مراكز خاصه وبتتاجر باحلام الشباب، ولكن انا كل المراكز الخاصه كويس، لكن انا كشاب كلهم
عشان بس ابقى انت بتعمم بقى. استاذ ايهاب بيقول كده؟ لا استاذ ايهاب ما قال لك اربعه. اتحداك لو استاذ ايهاب قصدني. انت مش قلت يا استاذ ايهاب اربعه؟ انا اربعه من مؤسسات قوميه. بتكلم عن مؤسسات قوميه. بص يا استاذ سامح, المؤسسات الكبيره يا استاذ مصطفى كويس. اولا عندها امكانيات متكامله, عندها قدره انها تجيب ناس. يعني احنا لما تيجي تقعد مثلا في الاهرام وتلاقي راجل مدير تحرير الاهرام اللي بيديك الدوره, هل حضرتك عندك القدره في الـ في الـ في المركز الخاص انك تجيب؟ قال لك انا عندي خبره. قال لي انا خريج 2004. قال لك انا خريج 2004 وعندي خبره. كويس. ما بجيبش انا مدير تحليل الاهرام. فانت قلت انا عندي خبره من 2004. كويس خبرة. يا فندم الله دلوقتي انا وقال لك مدير تحليل الاهرام حضرتك قلت انا خريج 2004. صلى على النبي بقى, صلى على النبي كده. دلوقتي انا دارس صحافه وشغال صحافه, المفروض ادي كورسات ايه؟ تريكو مثلا؟ لا ما تديش كورسات, انت تاخد تتلقى دورات. لا ماشي. انا بتدرب بين الناس. لا كويس. تجيب الناس الكبيره تتعلم. انا ما تعلمش حد. اديني فرصه اكمل كلامي. الله يكرمك. الله يكرمك. حلو. انا دلوقتي ما بجيبش مدير تحليل, انا بجيب مدير تحليل اخبار اليوم استاذ احمد عطيه صالح, وممكن ادي لحضرتك رقمه وتتصل بيه وتكلمه بالمناسبه. يعني انت برضه بتشخصن الحوار. ما بشخصنش, انا بتكلم عن نفسي. انت تمثل هنا المراكز التدريبيه. لا ما احنا كل حاجه ما بنحبش نعمم في وحش. قلنا في وحش وفي كويس. طب انت من ضمن الوحش ولا الحلو ولا انا كويس؟ احسب نفسي على الكويس. طيب ولا لما حد يقول لك, لما حد هنا قدام الناس كلها ويقول لك انت من ضمن الوحش او اللي مش كويس او النصابين, احنا اعلاميين. إيه؟ احنا اعلاميين والفاظنا المفروض تبقى دقيقه. استاذ ايهاب بيقول اللي عنده الامكانيات العاليه اللي هي توصل للناس الفكره. انا بالنسبه لي فيما يتعلق بي انا, لما يبقى عندي طلبه بتاعت اعلام بديهم النظري. العملي فين بقى؟ في الجورنال. بما ان انا رئيس تحرير الجورنال مش واخدها للواجهه الاجتماعيه. مين اداك العمل ومين اداك النظري؟ انا دراستي. خدت منين؟ دوراتك ايه اللي خدتها عشان تدي تاهل الناس يعني؟ واحد ده يعني إيه؟ يعني, يعني, يعني ايه خبراتك في الحياه علشان تاهل الناس عشان تدي دورات ولا ايه يا استاذ؟ بقول لك انا بقالي 12 سنه. هو بس خلينا نفرق بين حاجتين يا استاذ مصطفى. انا دلوقتي لو حضرتك وانت بتعمل الدوره جبت ناس اهل خبره, ناس اساتذه, ناس عندهم خبرات حقيقيه كويس, والشاب اللي انت اتفقت معاه ده جيت قلت له ان انا هأهلك للعمل الصحفي, فجبت واحد يديله التعامل مع اللغه. استقطعك ولو اتفضل اتفضل. هو بيقول لك انا عندي خبره. ما هو يعني هنا صعب. هو قال لك انا عندي خبره. يعني خلينا نتفق يا استاذ مصطفى. يعني المساله يعني قد تكون صحفي ما حصلتش, لكن فكره ان انت يعني تتصدى للتدريب. يعني خلينا نقول ان انت ممكن يعني تساعد في عمليه التدريب, لكن انت تكون المدرب الاساسي. ما انا قلت لحضرتك من طب نص. طب لو كان هو المدرب الاساسي تسميه بالمنطق إيه؟ بالمنطق ده صعب. يعني لو كان هو المدرب الاساسي. ما قلتش ان انا المدرب الاساسي. يعني انا مساله يا استاذ محمد مش مساله توصيف. انا ما هو المساله انا يعني كويس. يعني انا بتكلم لو انت كواحد بتدي كورسات وبتعمل كورسات, لو انت جبت ناس اساتذه ومتخصصين كويس, يبقى انت هنا يبقى بادي على اكمل وجه رساله. طب اذا كان لا ياتي الا بالمتخصصين وهو بنفسه تفضل انا ما قلتش ان انا إيه؟ الا تفعل يبقى ده خلال بالرساله. يعني خلال بالرساله. تعالى لي بقى يا استاذ سامح. تعالى لي يا استاذ سامح. تعالى لي كويس. ما بخليش بالرساله لسبب. ده كلام الاستاذ ايهاب. انت ما خليتنيش اكمل فكرتي. انا دلوقتي قلت لك انا بجيب مدير تحرير اخبار اليوم استاذ احمد عطيه صالح. انت قلت انا بدرب وقلت انا خريج 2004 و 16 سنه في التدريب وعندي مركز مش انا الاساسي. ده كلام حضرتك. كويس. وانا قلت ان انا ضمن فريق التدريب بجيب استاذ احمد عطيه صالح مدير تحرير اخبار اليوم فيما يتعلق بالصحافه. كويس. مش هنعمل دعايه لحد. بجيب استاذ عبد العزيز عبد المجيد ده بقاله 30 سنه في اذاعه القاهره الكبرى. كويس. قول مثلا كبير مخرجين ومعدين في اذاعه القاهره الكبرى بقاله 30 سنه. تمام. بيدرس يعني انا ما ببرشفش على حاجه. راجل بيتكلم على الاذاعه واللي عمل الاذاعه. انا بدرس تحليل صحفي. ازاي الواحد يكتب خبر تحقيق؟ طب التحليل الصحفي بتدرس كده بالظبط وتملك هذه الاليه لتدريس مستند. امال انا امال انا مش صحفي ولا انا على مؤاخذة يعني ميكانيكي؟ لا الاستاذ ايهاب قال لك ما تملكش. لا استاذ ايهاب ما قالش كده. قال لك انت ما تملكش. لا طب خلينا بس الجزئيه دي اوضح فيها جزئيه السامع. يعني فكره ان حتى استاذ ايهاب يعني يملك ولا ما يملكش يا استاذ ايهاب؟ ده بس خلينا بس اوضح لك. انا دلوقتي لما اجي انا يعني فكره ان انا كصحفي حتى لو انا لسه بقالي 10 سنين بس في المجال. تمام. اقدر ان انا اقول للشاب او البنت الصغيره والله تكتب الخبر بالطريقه الفلانيه. كويس. تعمل ده. لكن انا هل انا عندي حجم الخبرات الكبيره اللي اقدر اثقل بيها موهبته واقدر اوجهه التوجيه الكامل؟ لا طبعا. انا ما بعملش اكتر من كده. لا طبعا. لا طبعا. يا فندم لا طبعا. 10 سنين لا طبعا. لا لما يكون راجل عنده 12 سنه خبره. لا عنده. طبعا. انت عايزه يبقى عنده خبره بعد كام يعني؟ بعد 100 سنه؟ يعني راجل خريج من 2016 خلي الورثه هم اللي يبقوا 10 سنين ولا 12 سنه اكيد اكتسب خبرات, اكتسب مهارات, وعنده قدره وعنده موهبه.
يعني ليه قارن الموضوع بان لازم يكون بقاله 100 سنه؟ يعني انت تتناقض في الحوار مع نفسك. شوية انا مش بتناقض. انت قلت ان بعد سنين هيبدا حياته، يعني الراجل 12 سنه يا سمح. يعني بس هي المساله بدون مزايده، انا بتكلم كلامي واضح وفي منطقه للامور. انا بتكلم انه هو يقدر يديهم مبادئ يتعلموا بيها كويس، لكن لا يملك الخبرات الكامله اللي يستطيع ان الطالب او الطالبه اللي بيتعلم منه يستفيد منه بشكل كامل. انا دلوقتي انا لو انا راجل مارست عمل صحفي في صحف اقليميه وانا ببتدي، او صحف صغيره، وبعدين مارست عمل في صحف كبيره، وبعدين مارست عمل في مواقع الكترونيه، وبعدين دسكت الشغل في الديسك المركزي، واشتغلت حوادث، واشتغلت رياضه، واشتغلت فن، واشتغلت تصحيح حتى للمواد اللي انا بعملها، يبقى انا عندي حجم من الخبرات استطيع ان اقدمه للطالب او الطالبه اللي جاي تدرب عندي. لو انا ما مارستش كل ده، حتى لو انا عندي 60 سنه ما ينفعش ده ادرب. هي الفكره مرتبطه السامح بحجم الخبرات اللي موجود والتنوع. طيب. يعني انا طبعاً. لازم يكون عندي تنوع. استاذ مصطفى مارس الحاجات دي كلها ولا لا؟ ما انا مع يعني انا يعني هل حضرتك لديك من الخبرات المتنوعه اللي انت تقدر بشكل عملي وواقعي الطالب او الطالبه اللي هيتدرب عندك تقدر تقول له كلام انت تشعر فيه ان هو اتعلم حاجه فعلا يقدر يبتدي ويبتدي السلم وتفتح له فرصه جديده وتقدر تساعده؟ حضرتك انا اكيد مارست الكلام ده، ده شغلي وانا عضو نقابه الصحفيين جدول مشتغلين. يعني ما هي الفكره القياس مش بالعضويه يا استاذ مصطفى. حلو، حضرتك انا خريج 2004 عشان ابقى صريح ونتكلم بمنتهى الحياديه، انا خدتها كعب درع الجرايد كلها. يعني ما اعتقدش ان انا كل جورنال رحت فيه ما اتعلمتش منه حاجه. ده طبيعي. يعني فانا بطبيعتي الشخصيه هنخليها على المستوى الاناني، مش معقول مش منطقيا. يمكن خدتها كعب دائري، يمكن مش صالح في الجرايد كلها. تيجي عندي ما تشتغلش، تشتغل يومين اقول لك لا انت مش نافع. على مدار من 2004 ل 2012 مش معنى ان انا على الصحف كلها كويس. يبقى انا كسبت خبرات. يعني الكلام ده اكون غير صالح. معلش يعني سامحني، ده انا ابقى حمار بقى. من 2004 ل 2016 وما اتعلمتش اي حاجه، يبقى كده غلط بقى. لا لا انا ما اقصدش الكلام ده. لا 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 يعني ما ايه يا استاذ سامح، المقصد في الحوار، المقصد في الحوار ان احنا بنوضح للناس كويس ما اختلفناش كثير من المراكز الوهمية التي تتجه في احلام الشباب. خلينا هل تساعدنا في ايضاح مثل هذا الامر ولا يعني انا قلت لحضرتك مش ما احنا ما بحبش انظر. كون ان في مراكز بتتاجر باحلام الناس ده ما يخلينيش ان انا اقعد انظر واسكت. لا، ما وريني انت البديل لو تقدر. 95% بتجرب احلام الشباب. طب انا دلوقتي بنظر وبقول ان في 90% 95% 100% من مراكز. خلينا لو انا عندي البديل اقدمه ولا افضل انظر بقى؟ تمام، افضل انظر ولا لو عندي بديل اقدمه؟ لو عندك البديل تقدمه. خلينا اقول لك البديل يا استاذ سامح. تخلي المؤسسات الرسميه يا استاذ سامح والمؤسسات اللي مفترض ان هي تتولى عمليه التدريب عن دورها الاساسي في هذا الجانب، هو اللي فتح المجال لهذه السبابيب اللي بتاجر باحلام الشباب انها تظهر. انا بطالب من هذا المنبر. بس انت طالب متجرة. طبعا متجرة ما فيهاش جدال، ما فيهاش جدال. ليس بقى لكن الموضوع بقدم لك علم وخبره وكلام من ده. بص يا سامح، يعني معلش انا دلوقتي لما بدخل مؤسسه يعني احنا يعني عندنا في الجمهوريه عاملين مشروع التدريب ده من عهد الدستور الحديد، يعني من حوالي من سنه 2005 تقريبا 2006. المركز ده انتقينا منه يعني اسماء محترمه اندرجوا معانا في عمليه التحرير وبقوا زمايلنا دلوقتي في المؤسسه الجمهوريه. وطلعوا ناس من عندنا بقوا موجودين في المؤسسات الثانيه. ليه بقى؟ لان انا بيجي المحرر لما بيجي عندي او اللي حابب انه يتعلم العمل الصحفي بيجي يدخل الاول ياخد يقعد حوالي اسبوعين، يعني هي الكورس حوالي اسبوعين. بيقعد اسبوع كامل عباره عن محاضرات اكاديميه يعني نظريه، بيدخل له اساتذه الاساتذه في المؤسسه، كل واحد من كارير معين بيطرح له ازاي انت لما تروح للمصدر تتعامل معاه، ازاي لما تكتب الخبر ازاي تطلع اهم حاجه في الخبر تبدا بيها، وفكره ان انت القارئ ازاي تشده في طريقه صياغتك للتقرير الاخباري انه يقرا من اول سطر لاخر سطر، وازاي تطلع العنوان من قلب الموضوع، وازاي وانت يعني الفكره يعني امور احترافيه. دي امور بتنقل بالخبره وليس بالتعلم. يعني وكلما ما الا بالخبره وكلما زادت خبره الشخص. يعني انا لا يمكن باي حال من الاحوال مع كل تقديري لمصطفى الزميل العزيز، لكن فكره ان انا لما راح اجيب مثلا حد عنده 70 سنه مساله ما لهاش علاقه بالسن، لكن واحد مثلا مارس
مارس عمل من موضوع كفاءه، فكره بقى الخبرات ما يعني المساله مرتبطه بتعدد وتنوع الخبرات المكتسبه عند الشخص اللي بيدي دوره بحيث انه يقدر يديني معلومات كافيه. يعني انا بعض الاوقات بيطلب مني ان انا ادي كورس لبعض الشباب، واخرهم كان كورس لاخوه من جنوب السودان. ما تديش ولا بتدي كورس؟ انا اديت في الجزء اللي انا بفهم فيه. يعني انا مارست عمل صحفي من 99. مارست عمل 2004 يعني. يعني هو الفرق في السن مش كبير، بس هي الفكره انا مش هطول مني بقى. هي الفكره 1901 مثلا. لا هي الفكره هي الفكره بس سامح مرتبطه بايه؟ انا لما اديت الكورس التدريبي ده انا اتعاملت مع الشباب اللي موجودين هم في دوله جنوب السودان لسه بي يعني الدوله لسه ناشئه وبيأسسوا مؤسساتهم الاعلاميه. انا اتعاملت معهم في الجزئيه اللي انا شايف نفسي ربما اكون متميز شويه فيها عن زمايل الصحفيين. ترى نفسك ولا ويراك الاخرين بتميزك فيها؟ يعني ربما الاخرين بيروني بده، لان انا يعني انا مارست اصلا. انا ممكن اكون شايف نفسي مميز. لا ما هي المساله مش مرتبطه بان انت شايف نفسك. المساله شايفه ان انت لو انت مره اديت محاضره والناس استفادت. طب تقدر تعرف الشخص صحفي او من حديثه ان هو مميز ولا لا؟ طبعا. طب شايف الاستاذ مصطفى مميز ولا لا؟ الاستاذ مصطفى يعني هو راجل كفء وراجل جميل، لكن شايفه مميز. احنا رد عليا يا استاذ. يا استاذ يعني لا يعني ارجوك. لا طب انا ما كملتش كلامي. شايفه مميز ولا انا ما كملتش كلامي؟ شايفه مميز. انا ما كملتش كلامي. طب اتفضل. انا النهارده وحضرتك الاستاذ مصطفى. تمام. الانسان لما يبطل يتعلم يبقى كده خلاص عمره انتهى. كلام جميل. انا شايف ان الاستاذ مصطفى لو خد كورسات اكبر واثقل خبراته بشكل اكبر. جميل. سواء من خلال الممارسه او الكورسات المختلفه يعني هيكون هيكون اكثر قدره على انه يزيد حجم الاستفاده عند الطلبه اللي هيدربهم ويعلمهم. متفق عند النقطه دي. طب اذا كان يعني شخص غير مميز زي ما انت حضرتك بتقول، او محتاج الى دورات او محتاج الى كورسات وبيدي دورات، تسمي ده ايه؟ هو هيدي الخبرات اللي موجوده عنده. لا هو تسمي ده ايه بقى؟ ايوه ماشي. ما انا بقول منقوصه الخبرات المنقوصه. لا ما هي الفكره، ما انا بقول لحضرتك الفكره هنا هو هيمنح هؤلاء الطلاب حجم الخبرات بالزبط. المحدود اللي عنده. لكن هو لو عنده تنوع في الخبرات لو عنده تنوع في الخبرات ما هي الفكره مرتبطه يا استاذ سامح بحجم التجارب اللي انا مريت بيها. تمام. كل ما تجاربي بتكون اكتر متنوعه ومصادرها مختلفه وتعليم مميز وحضرت يعني هذا التنوع بينتقل لمن يعلم. يا استاذ مصطفى انت يعني في حاجه الى خبرات وفي حاجه الى دورات وفي حاجه الى كورسات وفي حاجه الى تنميه مهارات، كيف لك في حاجه الى كل ذلك وتتصدى لاعطاء دوره؟ قبل ما تجاوب خلينا ناخد فاصل قصير. اعزائي المشاهدين نرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظرونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وما زلنا مع دورات الاعلام الخاصه. من يتصدى لاعطاء مثل هذه الدورات؟ من يتاجر باحلام الشباب؟ من يعني يوهم الشباب بان هناك فرص عمل بعد ما تاخد الدوره؟ هنشغلك في اكبر القنوات واكبر الصحف واكبر المحافل الاعلاميه. اعتقد وهم كبير جدا. خلينا نستكمل الحوار مع الاستاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى، كان سؤال لحضرتك او حديث الاستاذ ايهاب بيقول انت في حاجه الى اثقال موهبتك، انت شخص متميز في هذا المجال، لكن حاجه الى دورات وخبرات وكورسات و حتى تمتلك القدره على نقل هذه الخبرات للاخرين. خلينا نبص الموضوع من شقين. الشق الاولاني ان انا بتكلم زي ما استاذ ايهاب بيقول في النطاق اللي انا اقدر، الخبره اللي انا اقدر انقلها، ما بتكلمش في حاجه ما تخصنيش او في حاجه بعيد عن خبراتي. يعني تقدر تنقلها بمعنى ان انا يعني انا جاي علشان اخد خبره واحد ما يملكش خبره؟ لا. طب هل ده امانه في العرض؟ ما هو حضرتك الكرسي ده ما بين يعني انا مثلا خبرتي في المحاماه، انت لو تديني بس فرصه كامله يا فندم والله، بس انا عايز استوضح فرصه كامله. خبرتي في المحاماه سنه، اجي اقول لك للناس انا تعالى هنقل لكم الخبره. في المجال الصحفي عندنا استاذ ايهاب عارف مبادئ العمل الصحفي، وفي التحرير الصحفي، وفي التحقيق الصحفي، في حاجات كتير. ولكن انا بنقل مثلا لو هنتكلم ان الكورس مثلا اسبوع اوريدي اسبوع، انا مثلا بنقل خبرتي يعني كتمهيد كشاب ومريت بالمرحله دي وعارف حماس الشباب يتوظف ازاي، فبقدر انقل لهم خبرتي. فبعد كده بنصعد تدريج، ما ينفعش اجيب لهم مثلا حد مدير تحضير مثلا مؤسسه كبيره يخش يكلمهم في كلام نظري بحت، لا لازم نفكهم بالبلدي برضه. يعني لازم نجيب له حد على قده وبعد كده مش على قده بقى ربنا يسامحك يعني. لا يعني مش لدرجه لا يعني حد متوسط لازم ندرج الموضوع. بمعنى ننتقل بالكفاءه من القليل الى الكبير. بالظبط.
كلام جميل طبعا، يعني كلام واضح. قال لك انا قبل ما ادي دوره، ودي من مبادئ الدورات يمكن حضرتك ما تعرفهاش ولا حاجه، انا لما باجي ادي الدوره ببقى لازم ابداها بالمستوى القليل وبعد كده اكبر. انت تعرف ان نوعيه الدورات، هقول لحضرتك على حاجه، انا خلينا نقول ان الوقت اللي الواحد يضيعه في انه ياخد دوره مفترض انه يكون حجم الاستفاده المتحصل من هذا الوقت يعني يليق بحجم الوقت اللي ضاع من عمري ده. انا هاجي اقعد النهارده 3 ساعات قاعد في كورس، الكورس ده واحد قاعد عمال يقول لو هو عنده حجم الخبرات اللي هيعلمه لي، خبره قليله هو رائع يعني. انا هقول لحضرتك، انا حضرت دورات، يعني احنا من وقت ما جينا ندخل نقاب صحفيين كان لازم ان احنا ناخد كورسات انجليزي وناخد الكمبيوتر واللغات ومع البريتش كونسل خدنا لغات الكورس الانجليزي يعني فكره ان انت ايه يعني برضو لما بتاخد الخبره من اهلها انت بتستفيد بشكل حقيقي وده بيكون لي عائد عليك. يعني انا اقول لك انا حضرت محاضرات كتيره اللي مرتبطه بالاعلام، لكن انا ربما لا اذكر منها الا محاضره كنا في دوره كانت مرتبطه بهيئه معينه وكانوا جايبين الدكتور ياسر عبد العزيز. ما اقولكش حجم الاستفاده اللي انا استفدتها من الدكتور ياسر. ليه بقى الفرق هنا ايه؟ انا هاجي الدكتور ياسر، لما مارس قبل كده كان مذيع في البي بي سي اصلا، خبير اعلامي، لما هو راجل خبير اعلامي وراجل كفء وبعدين مر بحجم خبرات يعني ثقيله ومتنوعه وعنده امكانيات جدا. طب ليه بقى اللي عندهم كفاءه قليله وبيدي دورات تحت يعني هيبقى صعب. هتدرج معاك وهجيب لك في اخر الدوره. انا هقول لك اكبر واحد في الاعلام، هقول على حضرتك على حاجه والسامح، انا اقبل بان حد يديني وهو خبراته متواضعه لو انا رايح الدوره دي ببلاش، لو حد واخدني متطوع. انما لو انا دافع فلوس لازم يجيب لي حد كفء والا يبقى بتنصب عليا. كويس، رد يا استاذ مصطفى. كويس جدا. اولا مين اللي قال لك ان انا مين اللي قال لك ان انا خبراتي متواضعه؟ لازم يعني نحط الالفاظ دقيقه. انت قلت يا فندم دلوقتي، انت قلت انا الخبرات متواضعه دي يعني معدوم الكفاءه. لا يا فندم، انت حضرتك قلت الكلام، انت لو عايز تتراجع عن الكلام انا ممكن لا انت اسمح لك بالتراجع، انا مفيش مشكله. تبقى لخبراتي انت اللي هي خبراتي القليله بعد كده خبراتي القليله دي خبراتي القليله دي اللي هي ما بين دراسه وشغل من 2000 ل 2016 ماشي. قال لك دي خبرات متواضعه واللي ما خلينا اكمل كلامي عشان جماهيري العريضه هتزعل منك على فكره. كويس حلو. ده اولا انا خبراتي مش محدوده. لما عموما انا برد عملي اكتر، بمعنى ان الناس لما تشوف ناس عامله تحقيقات، لما اجيب لك راجل صحفي يقول لك خبراتك محدوده، راجل معاك في نفس الكارير يقول لك خبراتك محدوده ومحتاج دورات وكورسات. هو الراجل ما شافش شغل على المستوى العملي عشان يقول كده؟ يعني شايف ان هو ما يعرفش حاجه مثلا؟ لا ما قلتش، برضه نوصف الحاجه في وصفات دقيق، ما تلعبش اللعبه دي معايا. ماشي بص يا ريس، الفكرة باختصار شديد جدا، لما الناس تشوف ان في تحيات قوية في الجورنان عندي واللي يبقى عامل التحيات دي ناس في اولى وثانية ويقولوا لهم مين اللي علمكم تعملوا الكلام ده، يقولوا لهم مصطفى، يبقى انا كده من خبراتي مش قليلة. تمام، يبقى انا كده ما بهريش في اي حاجة. لو على المستوى الاناني انا مش عايز اضر نفسي، انا كشاب عايز اعمل سي في فمش هعمل حاجة توقعني من اول الطريق. متفقين؟ تمام خلاص، رديت عليك كلام جميل. طيب خلاص، عاوز تبقى اعلامي محترف، فرصتك جات لك لحد عندك. تقول ايه؟ هي هو بقى المتاجرة بالأحلام هنا. متاجرة بالأحلام. هي دي المتاجرة بالأحلام، إن أنا يعني شبابنا كلهم إحنا زي ما إحنا أنا مر علينا وقت. المتاجرة بالحلم تسميه الإيه؟ المتاجرة بالحلم ده تسميه ده نصب، ما فيش كلام يعني. يعني صاحب مثل هذا يعني المقولة نصاب؟ لا أنا بص يا أستاذ سامح، أنا بس عشان ما نخطاش في حق حد، الفكرة العبرة بالموضوع نفسه. لو هو الراجل لو بياخد من الناس فلوس وجيب لهم ناس أساتذة في الإعلام يدربوهم، يبقى هو الراجل هنا خد أجر مقابل الكورس اللي جابه، وجاب ناس، الناس دول هيجوا لان هو المدرب كمان لما هيقبض فلوس هيبقى جاي وهو متحمس ومحضر وبيدي معلومات وهيبقى في ثراء في المساله. لكن هي الفكره انه معظم احنا للاسف الشديد يعني الفتره الاخيره بقت الكلام الكبير اللي ملوش اساس ده ولا ليه نتيجه بقى كتير قوي، وبقى كل شويه واحد اصلا انت يعني انت ما شفتوش على الشاشه اصلا. تمام. ويطلع يقول لك الاعلام مش عارف ايه يجي هو اللي بدا. طب كان هو اصلا ما هوش معروف، يعني هو اسكان الشخص اللي انت بتقول عليه ده مش معروف، شخص مش معروف. طب هو بقى ايه اللي عنده هيديه للناس؟ تمام. انما انا مثلا لما اجي يعني في تجربه محترمه ممكن اقف قدامها زي اون اكاديمي مثلا. تمام. جاب ناس محترفين احنا بنشوفهم على الشاشه بيدربهم وياخدوا المعهد الاقليمي بتاع الاهرام
ناس محترمين وناس محترفين كبار بيدي كورسات مرتبطه متخصصه حتى فكره التخصص. خلينا نبعد على الاسماء بس يعني, ما هي الاسماء ما هي الاسماء القويه ديت معروفه يعني مش فكره معروفه. انت يعني لما يبقى المركز التدريب بتقف ورا مؤسسه محترمه ومعتبره ولا خبرات وتضم من الكوادر المختلفه يبقى عنده حاجه هيقدر يديها. انا لما اجي انا دلوقتي انا قناه عندي استوديوهاتي هطلع الشاب من المحاضره النظريه هيدخل الاستوديو يشوف الكاميرا بتتحط ازاي, يشوف المذيع بيتكلم ازاي, الامور بتمشي كده. انما انا الكلام النظري غير ذلك يعني ليس لديه ما يعطيه طيب يا استاذ مصطفى, عاوز تبقى اعلامي محترف فرصتك جات لك لحد عندك كويس جدا. سمي ده اسمي ده وفقا للي قدامي, يعني بمعنى ان انا دلوقتي والله لو انا رحت عند مصطفى مثلا وهو عامل الكلام ده وانا ما لقيتش الكلام ده يبقى مصطفى نصاب. ولكن لما اروح عند مصطفى ويقول لي مثلا انت هتاخد سكريبت اذاعه وبعد كده هروح اتدرب عملي في اذاعه القاهره الكبرى, يقول لي هتاخد مثلا سكريبت تلفزيون, هتروح تتدرب في قناه فضائيه واروح, يبقى مصطفى مش نصاب. تمام. لكن لو مصطفى ما عملش الكلام ده يبقى نصاب. محترف بمعنى ايه؟ خلينا بس نوصف الموضوع. بمعنى ان انا يا في ناس كتير حضرتك اساتذتنا طبعا وعلى عيني وراسي عندهم كان عندهم الموهبه زي استاذ هيكل مثلا دبلوم تجاره بقى, يعني خلينا كان العقد كان معاه ابتدائيه ولكن كان عندهم الموهبه في مجالاتهم كويس. تمام. في ناس بيبقى عندها الموهبه بس مش لاقيه التوجيه السليم اللي هو ايه الدراسه. بمعنى ان الدراسه مهمه جدا, ارجع اقول ان الدراسه مهمه جدا. بمعنى انا ممكن اكون عندي حماس كبير جدا وعايز اعمل حاجات كتير جدا بس اشوف القواعد والاسس والا ما كانواش عملوا مناهج. تمام. ما كانواش عملوا كليات الاعلام ولا معاهد الاعلام. طيب كلام جميل. طيب يا استاذ ايهاب كيف نقضي على مثل هذه الفوضى؟ انا شايف ان مبدئيا نوصفها حقيقه هل هي فوضى ام نصب؟ هي فوضى. هي فوضى. لا هي فوضى. هي فوضى. نقضي على مثل انا شايف انه المؤسسات الاعلاميه الكبيره لو قامت بدورها الحقيقي لاستيعاب كل هذه الطاقات من الشباب اللي عندهم رغبه في العمل الصحفي والاعلامي. لا مش ضعيفه. انا دلوقتي انا لما الجمهوريه, انت عارف الجمهوريه المركز قام ازاي؟ المركز مجرد الفكره اتولدت من واحد من زمايلنا المحترمين الاستاذ احمد جمعه نائب رئيس تحرير, اقترح على الاستاذ الحديد وقتها كان رئيس مجلس اداره فيما بعد سمير رجب مباشره فتره في 2004 2005, قال له يا رئيس انا عندي فكره كذا كذا نقدر نعمل كذا. اتعمل الكورس, اتعمل المركز, والنهارده بقى له حوالي 12 سنه شغال وتخرج الاف من الشباب. في الاهرام نفس القصه. انا بقول ان من المفترض يعني انا بتمنى على نقابه صحفيين انها تنشئ أكاديمية لتدريب الصحفيين والإعلاميين, وإحنا عندنا في المبنى نقابة صحفيين دورين فاضيين نقدر ننشئ فيهم. شفنا ده حكر على الإعلاميين فقط ولا ممكن أي حد يتصدر مثل هذا الأمر؟ لا أنا شايف إنه يعني لما بيدخل الدخلاء على المهنة يا سامح هم اللي اتسببوا في هذا التشويه. يعني أنا راجل اتخرجت في قسم صحافة وإعلام ومارست سنوات طويلة عشان خاطر أقدر أقعد قدام حضرتك النهاردة, يبقى أنا يعني تعبت عشان أوصل لده. ترى أن الدخلاء هم المتحملين للسبب ام اصحاب المهنه هم تخلوا عن ادوارهم؟ هو خلينا نقول الاثنين. يعني الدخلاء فكره انا راجل ماليش في الميديا, انا طب انا يعني هي الفكره ان انا اظهر اللي بيدخل على المهنه هو مش من اهلها والسامح عاده بيبقى عمره قصير, يعني ما بيقعد هتقعد سنه هتقعد اتنين في النهايه الليله مش جايبه معاك همها. انت حابب تشوف نفسك على الشاشه شويه, حابب تشوف نفسك بتكتب مقال شويه, لكن لو انت ما عندكش موهبه حقيقيه وما عندكش مهاره حقيقيه مش هتقدر تكمل. هناك يعني كثير من الاعلاميين نقابة الصحفيين مش خريجين المهنه بتاعتكم يعني. لا يعني ما هو اكبر اعلاميين هقول لحضرتك. طب انا هقول لحضرتك انا خلينا نبعد عن انا لا 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 لا, لا 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 انا اجاوب لك الحوار الى اجاوب لك على هذه الجزئيه. بس انا المقصد من سؤالي ان اهل الاعلام تركوا مهنتهم للدخلاء. مش تركوا, انا بقول لحضرتك احنا مشكلتنا في نقابة الصحفيين ديت ربما من المطالبات اللي بنتمنى انها تكون موجوده انه الاعلام لازم يكون انا راجل خريج اعلام ده يأهلني ان انا امارس اعلام. انما المشكله ان احنا تيجي تبص في النقابه من تاسيسها هتلاقي معاك خريجين طب وخريجين تجاره يعني النقابه بيشترط فيها انك تكون واخد مؤهل عالي.
تمام. يا رب تكون خدمه، يا رب تكون خدمه اجتماعيه، يا رب تكون تجاره، يا رب تكون علوم. احنا في ناس زمايلنا كبار جدا في العمل الصحفي اللي خريج زراعه واللي خريج طب واللي خريج هندسه ومارس العمل العمل الصحفي والاعلامي وبقى موجود ودخل نقاط. يعني انا بتمنى ان المهنه تكون قاصره على اهلها، يكون زي ما مهنه الطب قاصره على خريجي كليه الطب. من المفترض ان مهنه العمل الاعلامي ما فيهوش موهبه. لا بس ما هي كل المسائل. يعني انا معاك ان العمل الصحفي والاعلامي عمل فيه جزء من الابداع، لكن خليني اقول لك انه هذا الابداع ان لم يؤصل بالدراسه الاكاديميه ومعرفه الاسس والقواعد لا تستطيع ان تواجه هذه الموهبه الموجوده بالدراسه. نعم. كيف نقضي على مثل هذه الفوضى؟ هل ترى فوضى اللي متعلقه بيا فنيا؟ هل الدورات كويس ومن يعطلون الدورات؟ للاسف انا قلت اتفق الاول، تراها فوضى ولا لا؟ اه طبعا للاسف الشديد. وانت مشارك في هذا الفوضى؟ لا مش مشارك والله، كل بقى ما اديني فرصتي برضو، بمعنى ان انا مش مطلوب مني ان انا افضل ارد طول الوقت. انا لما مش بقطع حضرتك بتبقى منتظر ان انا اقطعك على فكره. يعني لا انا عشان انا خدت على كده منك برضو، خدت على كده منك. لا بس الفكره باختصار، اي مجال فيه الكويس والوحش، خلينا نتفق على ده. وفي نفس الوقت انا بس اختلف مع استاذ ايهاب فيما يتعلق، مع احترامي طبعا لفكر استاذ ايهاب، اختلف معاه في فكره ان تبقى قصر على اهلها، عشان برضو ما حدش يقول ان انا عنصري، انا معايا بكالوريوس اعلام قسم صحافه، ولكن ليه ان نقصر المساله على في ناس بيبقى عندها موهبه بالمناسبه احسن من اللي بيمارسوا المجال، ممكن يبقى عنده 80 سنه مع احترامي. اللي عنده موهبه يكتب مقال، انما ما ينفعش انا خريجين الصحافه والاعلام وبعدين في بيوتهم ويجي بتاع خدمه اجتماعيه وبتاع زراعه وبتاع تجاره يزحمني في مهنه انا ضيعت من عمري 4-5 سنين ادرسها. الاستاذ مصطفى بيديهم دورات وبيبقوا احسن منه. لا وفين الدورات دي؟ هيجي منين؟ هيجيب منين؟ بيديله دورات بيجيب بتاع. لا يعني انا عنده الموهبه وانا عايز اوظف له الموهبه دي بالدراسه. هو الموهبه ده اللي عنده موهبه يكتب مقال، لان المقالات مفتوحه للناس كلها تقول رايها، لكن ممارسه العمل الصحفي انا عندي خريجين الاكاديميات الخاصه وكليات الاعلام، دول ناس بيقعدوا في الشارع مش لاقيين يشتغلوا لانه زحمهم في مهنتهم الاصليه المفترض يشتغلوها، خريجين تجاره وزراعه وكلام. ما هو لحضرتك على حاجه، انا واحد من الناس خريج اعلام ومنشآت في الشارع ما يربش بالمهنيه في تجاوزات كتير ووسايط كتير ومحسوبيات كتير، ولكن برضو خلينا ندي الفرصه للي عنده الموهبه، انا شايف كده عموما. يعني الموهبه تبقى في كتابه مقال.